احنا بنصور على بعد كام متر لقيت الاسره الطيبه الجميله اللي منوره. السلام عليكم، قلت اسلم عليكم. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا استاذ طارق، عامل ايه؟ ايه الجمال وايه الامراض دول؟ ربنا يبارك لك في صحتك وفي عافيتك يا رب. ولادك؟ اه ولادي عندهم كف بصر؟ اه عندهم كف بصر. قدميهم لي. طيب اسميهم ايه؟ معايا مياده مخلصه لسانس اداب ما شاء الله قسم تاريخ، ومعايا محمد برضك في لسانس اداب في ثالثه سنه، في سنه ثالثه السنه دي ان شاء الله قسم تاريخ برضك في جامعه عين شمس، ومعايا احمد خلص واتجوز. وسليم ولا يعني هم؟ لا لا، هم ورثه الاب رحمه الله عليه. كان عنده كف بصر؟ كان عنده كف بصر، والاسره والدته ووالده كان عندهم كف بصر. فكل ولادك الثلاثه عندهم كف بصر؟ اه. بص يعني هو ده حاجه نعمه من عند ربنا والله. الحمد لله، ده احنا في نعمه والله، احنا في نعمه الحمد لله. انا اسلم على القمر بس. اسمها ايه؟ اسم ازيك يا ميادة؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذ طارق، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه، وسعيد ان انا بقابلك. يعني انا اللي سعيده ان اتشرفت بمعرفه حضرتك. مامتك بتقول خريجه ايه؟ لسانس اداب قسم تاريخ جامعه عين شمس. ما شاء الله ما شاء الله، طلعت تفوق بقى ولا ايه؟ اه الحمد لله. ده انت تعرفي اجابه السؤال ده، انا غير السؤال. الكابتن اسمه ايه؟ محمد. ها؟ محمد. في كليه ايه؟ في كليه اداب قسم تاريخ جامعه عين شمس. ما شاء الله. طب انتوا جايين هنا ليه؟ كنت في مشوار؟ بنصلي التراويح هنا، وكنت بسال لو في مشروع للمكفوفين وكده، فلسه ما يعني ما عرفتش اوصل لحد يعني، فمشي يعني مشيت قلت اقعد شويه بيهم هنا وكده. ساكنين فين؟ في الزاويه الحمراء. وجايين هنا عشان اقابلكم. ده شرف لينا والله يا استاذ. ربنا يكرمك والله، شرف لينا. زوجك متوفي بقاله قد ايه؟ بقاله 11 سنه. وانتوا تمام وكله تمام؟ الحمد لله والله، يعني ربنا قواني، وان انا كان نفسي اخليهم يكملوا تعليمهم، وكان ربنا معانا فوق كل شيء يعني. كلمه كده هتبقى بيني وبينك، لو انتوا معاكي مبلغ كبير هتعملي بيه ايه؟ هعمل بيه ايه؟ يعني انا مش يعني مش عارفه، بس يعني انا بتمنى عشان ان انا اعمل لهم اي حاجه ليهم والله. اه نفسي يعني، عاوز اقول لك انا ادعو الله ان ربنا يكرمك وتكسبوا معانا الجايزه، واحنا بنقول اشبه بليله القدر يا رب. مين اللي دارس تاريخ هنا منكم؟ انتوا الاثنين؟ انتوا الاثنين. طب اقف وصيكوا كده، تعالى شمال محمد سنه كده. في ناس كتيره قاعده ورا كده، وانا قاعد وسط الاسره المنوره، واقول كان في معركه تمت في الاسماعيليه في التل الكبير، في الاسماعيليه في التل الكبير، واحد قيادات مصر اسم مشهور، يا ترى تمت بين مين ومين وسنه كام لو تعرفي؟ بقول لك اختيارات. تمام. تعرفي؟ اه انا عارفه تمت بين مين ومين. مين ومين؟ بين احمد عرابي والانجليز. طب سنه كام بقى؟ سنه كام؟ طب دي اختيارات. هي في 13 سبتمبر 1882، 1925، 2000. اول اختيار. متاكده؟ ان شاء الله متاكده. متاكده ان شاء الله. اسمك ايه بقى؟ مياده. مياده ايه الاسم كام؟ مياده خالد احمد. مياده خالد احمد. وكان سؤالنا بنقول معركه تل الكبير بين مين ومين؟ يا بين احمد عرابي المصريين وبين الانجليز، اللي كانت في 13 سبتمبر عام 1882. ومعادنا دلوقتي مع المفاجأة، معادنا مع الهدية، الأسرة اللي بتتحدى، الأسرة الأبطال بيكسبوا معانا النهاردة الجايزة، والجايزة قيمتها 100,000 جنيه. مش ممكن. 100,000 جنيه. مبروك ليكو، ألف مبروك، ألف مبروك ليكو وللقمر ومحمد. لو بتسأل على المصرية، ستي جدع قوية ذكية، شالت حمل طلع جيل، مين في الدنيا إلا هي؟ شكرا للست تعيش وتست، أم وأخت وخالة وبنت، سر عائلتنا وفيها قوتنا، سند الراجل هي الست. أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يخليك لينا ويخليك لمصر، ودايما مصر منصورة بيك، وربنا يديك الصحة دايما.